معالي رئيس الوزراء فهيم بدكي ألبير يشارك في المنتدى الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا في دورته الرابعة والتي انعقدت أعماله بالعاصمة السنغالية داكار. وزير استصلاح الأراضي التمدن والسكن بول أمباي نادوم برفقة منسق مشروع بحر لنا والطاقم الإداري قاموا بزيارة إلى القرية الواقعة على بعد كيلومترات من نجمينا إثر الفيضانات التي اجتاحت هذه القرية وضواحيها. برعاية كريمة من وزير التعليم العالي والبحث والابتكار بروفيسور مكاي حسن تيسو شهد يوم أمس قصر 15 من يناير مناسبة انطلاق أنشطة مؤسسة البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي للأنشطة العلمية. النشرة الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. نبدأ النشرة بقراءة لهذا المرسوم الرئاسي: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. مرسوم رئاسي رقم 193، قاضي بتجريد وفصل ضباط مأمورة من قائمة مراقبة فعاليات القوات المسلحة والأمن. المادة الأولى: ضباط المأمورة بالقوات المسلحة والأمن الآتية أسماؤهم جردوا إلى رتبة جندي من الدرجة الثانية وفصلوا من قائمة مراقبة فعاليات القوات المسلحة والأمن بسبب التقصير الخطير، وهم كالآتي: ملازم ثاني آدم محمد إبراهيم، ملازم ثاني موسى آدم صالح. المادة الثانية: لا يستفيد المعنيين بحقوق التقاعد ولا عن الراتب ولا عن أي علاوة تعويضية معينة. المادة الثالثة: الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميزانية مكلفان كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم، يسري مفعوله من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 3 من نوفمبر 2017. التوقيع: رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. غادر صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العاصمة أنجمينا متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل المشاركة في أعمال المنتدى العالمي للصحة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث كان في وداع رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي بأنجمينا لدى مغادرته إلى العاصمة أبو ظبي عدد من الشخصيات في مقدمتهم وزير البنية التحتية وفك العزلة آدم يونسمي ممثلا لرئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والعمدة النائب لمدينة أنجمينا إدارة العلاقات العامة برئاسة الجمهورية.